سمعوا ذي السالفة توها فرش من سناب واحد قايلها لي. عنده رفيج المدرب ماله باع له فراجمنت على أساس إنه هو فراجمنت. تاري شنو بايع له؟ بايع له إفدرين. الإفدرين الأمبولة بكل 3 ربيات على قولته، بايع له 10 أمبولات 85 دينار. إحنا مشكلتنا مو في موضوع الفلوس، في موضوع الريال ماخذ الإفدرين اعتقادا منه هو فراجمنت. لو الحين خذ أوفر دوس والله بالله يقتل الإفدرين، يوقف قلبه مباشرة. المشكلة الحين واحد ثاني قايل لي، يقول لي عنده مدرب قال له هذه IGF-1 بايع له انسولين. تخيل بايع له انسولين على سواء لو ضرب اوفردوس الريال ميت من سدح هايبوغلاسيميا مع السلامة. فالمشكلة اللي اقول حق الناس لا تاخذون منشطات مواد ممنوعة عالم الظلام. ليش؟ لان في جهلة مدربين لا عندهم ضمير، كل اللي فكروا فيه فلوس. والله وبالله وتالله في مدرب عندنا كان يبيع حق الناس الستيرويد، يترس الأمبولة زيت زيتون زيتون يا بابا يطق الريت حاسي يسحب ويطق يسحب ويطق. ما عضلت أخوي، أي تعضل أخوي بتستوي تبولة أنت فالمشكلة هني ترى وايد مواد في السوق مضروبة. والله بالله وتالله في شركة معروفة في الخليج عندنا وتباع بشكل خيالي، أغلب منتجاتها مضروبة، ولا أقول اسمها الحين بتصير فوضى في السوق. فبالتالي ترى المشكلة مو في المادة نفسها، ولكن هل تضمن أنت اللي داش على الظلام أنك قاعد تأخذ مادة صجية؟ بالذات المبتدئين يقص عليك المدرب بكل بساطة، يقولك هذه مادة فلانية هذه مادة فلانية، تأخذ وعقب تراجع في المستشفى ولا صار لك شيء. واحد من الشباب قبل شوي يقول لي في السناب شات، ايضا بطلت موضوع في السناب شات، قال لي عنده رفيج المدرب ماله عطاه ماده على اساس هي ماده ثانيه، قال لي ترقت المستشفى 3 اسابيع، ما اتذكر الماده شنو بالضبط، 3 اسابيع. فتخيل تخيل انت شو تضمن، شو تضمن في هذا الشيء اللي قاعد تاخذه؟ والله بريش على مظلوم بعضل، اي تعضل، هل تضمن اللي بتاخذه انت؟ لذلك حاسبوا يا شباب، حاسبوا بديش كيف كان ما شغل فيك، بس ترى فيها مخاطرة عالية، بالذات الناس اللي ما تفهم. استلم نفسها حق مدرب من ساعة، واحد قايل لي في الخاص يقول لي المدرب ماله معطي كليمبترول، قال له المكمل الغذائي. تخيل هذا الشخص عنده مشكلة في القلب ولا عنده مشكلة في الأعصاب وماخذ كليمبترول، ايش راح يصير فيه؟ ايش راح يصير فيه؟ ما اعطى المكمل، قال له هاي مكمل غذائي كليمبترول، لا 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 مو هاي مكمل غذائي عادي بيحرق لك الدهون. حاسبوا يا شباب، لا تسلم نفسك حق مدرب اي كلام. الله يكون في عونكم والله.